اهلا بيكم اصحابي الحلوين. النهارده هنعرف مع بعض درس جديد وجميل وسهل جدا جدا جدا، اسمه ايه؟ اسمه ايجاد مجموع عددين. ازاي نجيب مجموع عددين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده يا اصحابي. يلا بينا بسرعه 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 نشوف درسنا في ايه. عندنا هنا كام ورده؟ صح، واحد اتنين تلاته، تلات وردات. وعندنا هنا وردتين، واحد اتنين. دي علامة ايه؟ زي ما خدنا مع بعض قبل كده، دي علامة جمع، يعني زائد، يعني بتزود على الرقم الاولاني الاعداد الموجودة في الرقم التاني. يعني هنزود على التلاتة اتنين، يبقى تلاتة واتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى عندنا 5 وردات. يبقى تلاتة زائد اتنين 5 وردات. طيب عندنا هنا بقى تاني، واحد اتنين تلاتة، دي 3 كور زائد 6 كور. عرفناهم ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. احنا هنجمعهم مع، يعني نزود على الرقم الاولاني الرقم التاني، فنعد مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. فيبقى تلاتة زائد ستة يدينا كام؟ يدينا مع بعض 9. صح يا اصحابي؟ شفتوا قد ايه الدرس بتاعنا النهارده سهل جدا؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض دي ايه يا اصحابي؟ دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة زائد واحد اتنين تلاتة، ستة زائد تلاتة هيطلع كام؟ دي بقى تحلوها لنا وتقول لنا المرة الجاية هتطلع بكام. ماشي. طيب نشوف دول بقى يا اصحابي. عندنا بيقول لنا 5 زائد 3 هيساوي كام؟ 1 زائد 2 يساوي كام؟ 4 زائد 3 يساوي كام؟ 6 زائد 2 يساوي كام؟ فكروا بسرعة 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 جدا يا أصحابي عشان هبدأ أحلهم معاكم دلوقتي. ماشي، فكرتوا؟ طيب نبدأ بنحل أول واحدة. نحل 6 زائد 2. طبعا احنا عارفين 6 وعارفين 2. طب لما نجمعهم مع بعض يطلع لنا كام؟ يطلع لنا زي ما انتم قلتوا دلوقتي 8. شاطرين يا اصحابي. 6 زائد 2 8. طب 4 زائد 3 يدينا كام؟ صح زي ما قلتوا يدينا 7. دي بقى سهلة جدا جدا جدا. 1 زائد 2 وردة مثلا زائد وردتين يبقى 3 وردات زي ما انتم قلتوا، شاطرين. عندنا 5 زائد 3، دي بقى انا هسيبها لكم تحلوها مع الرسمة دي وتقول لي إجابة المرة الجاية، وأشوفكم دلوقتي وانتوا بتحلوهم صح، وأسيبكم وأشوفكم الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.